اهلا بحضراتكم في كل مكان. الحقيقه الواحد النهارده سعيد جدا انه منورانا فنانه طلتها مختلفه الحقيقه، وضحكتها كل الناس بتحبها وانا شخصيا بعشقها، وبتقدر اول ما تقف قدام الكاميرا تخطف انظار وعقول الجمهور من اول طل. رغم انها دخلت التمثيل متاخر، لكن الحقيقه موهبتها فرضت على الجميع وجودها، ودايما بنستنى ظهورها في الاعمال بفارغ الصبر. نجحت بشكل كبير في الادوار الكوميدي وكمان التراجيدي، وجودها نفسه بيضيف اضافه كبيره لاي عمل فني هي متواجده فيه وبتطل علينا من خلاله. انا سعيده ان النهارده يكون معانا الفنانه ليلى عز العرب، منورانا. ويعني من ساعه ما دخلت الاستوديو واحنا ضحكتنا من هنا لحد هنا. ربنا يخليك يا دير. ازيك يا سامح؟ الله يخليك يا استاذه، منور الدنيا. حضرتك اكتر والله. ايه القمر ده ما شاء الله؟ ربنا يبارك فيك يا دايما رب. يقولوا ايه في التمثيل او في بصفه عامه في الحياه؟ القبول نص الطريق، والباقي بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وحضرتك بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله قبول زي ما هدير بتقول، الضحكه والرؤيه بس الواحد يشوفك الواحد قلبه يتفتح. ربنا يبارك فيكم يا رب. مش عارف ابدا بايه ولا بايه. انا هبدا لك على فكره بقى. يلا قول. انا ما احنا مذيعين برضه قبل كده. اولا كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. بمناسبه السنه المصريه الجديده. حضرتك طيبه وفخمه. 6265 بداناها امبارح. ايه ده ايه ده؟ واحد توت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه شفت الفقره وغشيت. لا بس مش بس كده يا استاذه ليلى، هو حضرتك عندك شغف اصلا زي ناس كتير، انا من ضمنهم، الحضاره المصريه يعني حاجه مذهله، بس حضرتك كمان اكتر. يعني بص انا حسيت ان ده دورنا كفنانين. ان احنا بشكلنا بكلامنا عن الحضاره المصريه القديمه الناس هتسمع مننا، فده واجبنا. صح. والمصري مارد. حتى لو نام شويه فكروا مين جدوده هيصحى. قوم يا مصري. مصر دايما بتناديك. طبعا. ومناسبه مقاويه الشيخ سيد درويش كمان. طبعا. 15 سنه. قبل ما نروح كمان للشيخ سيد درويش، عايز اكلمك عن فستانك في العالمين واللي كان ليه علاقه شويه بمصري القديم الله الله الله. مهرجان الدراما. بصراحه يعني الفستان ده انا حاسه ان هو يمثل مصر. طبعا زهرة اللوتس في حضارتنا ليها قيمة كبيرة جدا. الدار الازياء اللي بتعمل الفساتين دي. ده ازياء مصرية ولا عالمية؟ لا طبعا مصرية. مصرية. حضرتك مصرية مصرية مصرية. يعني انسي قصة يعني. الديزاينر استاذة في كلية الهندسة. بتستخدم الذكاء الاصطناعي في التصميم، بتدي التعليمات انه حاجه عندها روح الحضاره المصريه في نفس الوقت فيها حاجه مودرن كده تاتش، يعني عشان ما يبقاش بقى نفس الملابس التاريخيه بالبليسيه كده. فعشان كده انا الحقيقه كان مهم جدا لما مهرجان العالمين، العالم عالمين. فكان حدث عالمي. عايزة تدي رسالة يا سوزة ليلى بالزي ده وبالحضور والتواجد ده للعالم كله. احنا لازم نتمسك بهويتنا المصرية. نلبس مصري. احنا بنتكلم كده، يعني اللي احنا بنسميه اللهجة العامية. اللي متمسكين بحراس حضارتنا بيسموه اللغوة المصرية. الله. اللغوة المصرية. يعني انت عشان فكرة احنا ممكن نكون بنكتب رسمي بالعربي. ولكن احنا لينا لغوتنا. اللي هي مثلا عندنا 130 ألف كلمة كانوا بيكلموها أجدادنا. احنا ما زلنا بنستخدمها. طبعا. مثلا. امبو وتاتا ووحوي وشنه ورنه يعني ونونو وكخه يعني حاجات كتيره جدا. ده دليل ان احنا متواصلين مع اجدادنا. هي حضاره راسخه ممتده في جيناتنا. انا اسف يا استاذه، هل هو دليل ان احنا متواصلين ولا هل هو دليل
ان الحضاره قويه ومؤثره. هي طبعا حضاره قويه لان احنا ومؤثرة. الفتره الاخيره في عصر السوشيال ميديا وعصر التوهان اللي احنا فيه ممكن يبقى مش بنروح قوي، او اللي بيروحوا قوي او المتمسكين قوي قليلين قوي يا استاذ. عايزه اقول لك حاجه، هي الصحوره دي ان الناس ابتدت تتكلم في حضارتنا بدات بمحاوله سرقه هذه الحضاره. سبحان الله، بصي لفت لفت ورجعت. أيوة. له ما هو كده يعني. انا بقول لك لما حبوا يعملوا كده، انا قدامي الكوبايه دي ما هي موجوده، انما لو حد مد ايده عليها لا صح اقوم. فهي بدات بمحاوله السطو على حضارتنا. فاصبح هناك يعني، وانا مبسوطه جدا يعني، من اول موكب الملوك والملكات الشهير بموكب المومياوات. اوكي، الناس حست ايه ده، ايه العظمه، إيه العظمة دي؟ ايه الجمال ده، ايه الابهار ده. وهي حضارتنا ليه حضاره مختلفة، هي مش آثار بس، مش مباني، صح، مش حضارة بنى، ثقافة كمان، دي حضارة ثقافة وعلم. يعني كل الأنواع يعني التقويم المصري احنا معتمدين فيه بدأ مع الفلك، بدراسة الفلك. لما بانت نجمة الشعرى في السماء بدأ المصري يعرف ويربط. وقال لك أول تلسكوب كان المصري القديم هو اللي اخترعه. شوف بصراحة والله العظيم هما بقول كده يعني من باب التفاخر. لا نقول من باب التفاخر ولا مش عارفة يعني، احنا افضل، احنا احسن، مش حكاية افعل تفضيل. ايوه، هي حكاية ده حق، عزة يعني. ده حق، ده حق. ليه؟ لان بكل اسف ساعات الناس بتفتكر ان احنا حاجه وهم حاجه. لا، احنا بس نمنا شويه فابتدينا نصحى. زي ما مثلا وزاره التربيه والتعليم، انا سعيده جدا انها بتعلم الاطفال دلوقتي الكتابه الهيروغليفيه، الحروف المصريه القديمه. سعيده جدا ببناء في العاصمه الاداريه عندك عنخ بتمثل. لما تشوف من فوق تلاقي مفتاح الحياه اللي هو عنخ. عندك برنامج في التلفزيون اسمه اللغه المصريه القديمه، تقدمه استاذ هدى عبد العزيز. لا، هو ده، اتمسك بهويتك. وبعدين احنا دلوقتي في عصر كل حد بيراعي وطنه قبل حد تاني. صحيح. طبعا طبعا. فهو دايما حتى انا اقول ايه، الدين عقيده ولكن الوطن انتماء وهوية. ده الفرق. طبعا انت دينك مش جنسية، ده عقيدة بتاعتك. صح. انما وطنيتك مرتبطة بالأرض. وده بقى التأثير الفني يا أستاذة ليلى. يعني لما عملنا أو اتعمل موكب المومياوات، بصي تأثير الفن ده فن. ومن بعدها حفل طريق الكباش ايضا. كان العالم كله انظاره بتتجه ليه، لانه كانت مصر حديث العالم كله بسبب الحفلات دي، لانه الناس كانت عندها شغف كبير انها تشوف نقل المومياوات، تحضر وتشوف التطوير اللي حصل في طريق الكباش، واستفدنا منه على المستوى السياحي بشكل كبير جدا. طبعا هي دي القوه الناعمه. طبعا المتاحف كانت يعني مزدهره جدا وعامره بالناس اللي رايحين يتفرجوا على الحضارة بتاعتنا. هو ده يا أستاذ سامح. هو في بلد في الدنيا معمول لها علم باسمها غير مصر؟ لا، الإيجيبتولوجي علم يدرس في كل أنحاء العالم. طبعا مفيش بلد تانية عندها الحتة دي. احنا عندنا علم خاص بينا. طب ايه حكاية بقى الفيلم آخر أعمال حضرتك، الفيلم الفرنسي ده؟ هقول لحضرتك اولا انا اسمه؟ سعيده جدا. ريتور اون الكسندري، العوده الى الاسكندريه. اللي كاتب السيناريو هو المخرج ومستوحيها من قصه حياته. هو مامته مصريه وبابا سويسري، بس هو عاش حياته كلها في سويسرا. ومن حكايات جدته ومامته عن اسكندريه بقى عنده الشغف انه يرجع للاسكندريه. فهو جسد القصه دي
في بطلة الفيلم أستاذة نادين لبكي. آه. وأنا بقى كنت طالعة جدتها أو جدة العيلة دي، عارف اللي هو الناس بقى اللي كانوا عايشين في الثلاثينات والأربعينات وكده. بس انت برما مالوت فيها ده جد قمر. لا وكان عاملين لي كاركتر الحقيقه شكلها جميل جدا بصراحه. اه انت عندك شغف بالتاريخ يا استاذه ليلى، وكمان يعني قريت ان حضرتك نفسك تعملي نفرتيتي صح؟ نفرتاري. اه بص احنا طبعا اعمال اللي تتناول التاريخ المصري القديم لازم اقول انها مكلفه انتاجيا جدا. ثانيا لازم يتم مراجعتها علشان زي ما انت قلت الفن مؤثر. في اعمال فنيه كتير بيتم منع عرضها او توقيفها اثناء تصويرها بسبب اعتراضات على اخطاء تاريخيه بتتناولها هذه الاعمال، لازم يكون في دقه شديده. وبعدين في اعمال اتعملت قبل كده في ازمنه سابقه كلها اخطاء تاريخيه. زي ما انا دلوقتي انا غلطت دلوقتي لما انا بقول لحضرتك نفرتيتي، فحضرتك قلتي لي نفرتاري. لا ما غلطتش. قولي لي. لا هو الفرق. ليه؟ نفرتيتي هي اتشهرت بسبب لا بسبب التمثال بتاعها اكشولي اللي هي في المانيا. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي الناس كلها متهيئ لها بتكررها لان احنا كررناها عالميا، ان اخناتون هو اول موحدين. الحقيقه اخناتون كان سابق، كان كافر. كفر بالديانه المصريه الاصيله وساب لهم المكان وراح. أيوة. في مكان تاني. لا ما عشان الناس ما سمحولوش. فهرب على حته. يعني هو المصري زمان كان يعتقد اي حد في الشعب ان ربنا سبحانه وتعالى حط حاجه من روحه فيه اللي هي الذر. لما ربنا خد علينا العهد في القران ماشي، اخناتون قال لك لا انا بس. عشان كده قالوا الملك المارق. هو مارق فعلا. فمن ضمن التكرار، ما انت لما تكرر معلومه غلط كتير الناس بتصدق، بعد شويه بتصبح هي الحقيقه. فاخناتون ليس اول الموحدين، اخناتون مارق. فعشان كده هي مسؤوليه جامده جدا. جدا جدا لو جيت تعمل. فنفرتاري هي الزوجة المحبوبة. أيوة. القريبة من القلب اللي رمسيس صح؟ الملك رمسيس. اللي هو الوحيدة اللي حط دايما تمثالها جنبه. ده دي اللي مقبرتها في الأقصر. طبعا. وحتة ده لغاية دلوقتي يا أستاذة ليلى. احنا دخلناها هدير صحية. ده ايه الألوان دي؟ الألوان صحية، مقبرة صحية فظيعة. لسه في احد المطاعم في مكان ما مكتوب على الشمسيه بتاعه المطعم التي تشرق الشمس من اجلها. شفتي الغزل الجميل التي تشرق الشمس من اجلها. شوفي الحب. طب انت بتتاكدي ازاي يا استاذه ليلى وحضرتك فنانه ممثله؟ انا اجنبي فبدي لحضرتك الشغل بتاعك. انت بتتاكدي او عايزك في شغل، بتتاكدي ازاي من السيناريو ممكن هم يبقوا ايه؟ لا مش هبعت السيناريو كامل مثلا. فهل حضرتك بيبقى من ضمن الشروط انا عايزه اقرا الفيلم كله علشان ممكن ما يبقاش فيه مشاهد؟ ممكن اقرا الفكره. يعني مش شرط اقرا السيناريو كله. بس الفكره. يعني هقول لك في الفيلم اللي هو هيدن سترايك مع جاكي شان. انا ليا مواقف كده شبه سياسيه ما غيرهاش. انا ما اجتمعت، يعني كان مشاهدي مع جون سينا، يعني هما ما بعتوليش السكريبت كامل، هما بعتولي التريتمنت اللي هي فكره الفيلم والجزء اللي انا همثله. فجاكي شان بجتمع معاه في مشهد. فالمفروض ان هو جاي شوف مع جون سينا. على فكره الراجل ده طيب جدا، شوف الحجم ده كله. لا والله قلب عصفوره فظيعه. وبعدين هو على المستوى الشخصي بيعمل خير كتير قوي قوي، عنده مؤسسه. مؤسسه خيريه. طب وجاكي شان؟ انا عارف ان هو عاشق هو من صناع السينما الماهرين الفظاع المجانين. حياته معجون السينما. سينما. معجون. وبعدين هو بيعمل ستانتس كلها لحد النهارده بنفسه. اللي هي الخدع.
كلها. ده هو اللي بيخرجها، هو اللي بينفذها. هو اللي بيخرجها وهو اللي بينفذها. يعني مهما كان المخرج في الدراما حاجه، بس لما نيجي للستانس لا. وبعدين ما شاء الله يعني هو تخن شويه ولكن لياقه ما شاء الله لا قوه الا بالله. فالمهم حضرتك بتقتنع بيه اللي هو بينقذ الولد من البير. فالمفروض ان انا في السيناريو اقول تحيا امريكا. فقلت له لا مش هقول تحيا امريكا، هقول يحيا الامريكان. وغيرتها وما اعترضش. يعني انت لو ليك موقف هتقدر دايما، زي حتى في السيناريوهات العاديه. صح. ما انت برضو بتيجي يعني ليه انا كلمت جاكي شان؟ عشان هو المسيطر، هو المنتج، وهو اللي يعني لا وهو بتاع سينما، وهو بتاع السينما فنان. هيفهم. ايوه هيفهم ان انا مش مرتاحه للجمله. صح. فمش هتطلع باداء. صح. طب تسمحي لنا نطلع فاصل؟ يا ريت. ونرجع عشان نتكلم. لا لا عايزين نعرف. لا ده هم اللي عاملين. لا عايزين واحده واحده بتاع كتير كواليس. يعني عايزين نعرفها عن الفيلم ده، لانه مش سهل. واحنا دايما بنبقى عايزين فنانين مصريين يكونوا مشتركين في اعمال عالميه، لانه ده يعني بيعلي من قيمة الفن طبعًا. المصري بيوصل الرؤية اللي احنا بنبقى عايزين نوصلها عننا، لانه بنفتقد ده، لانه ما عندناش افلام مترجمة كتير. ولما بيحصل على المنصات دلوقتي حرب، احنا بينقصنا الحقيقة ان احنا يكون عندنا افلام موجهة لهذه المنصات بلغته. صح. اشكرك. فاحنا نطلع فاصل ونرجع لحضرتك تاني. ماشي. فاصل ونرجع لكم مع الاستاذة الفنانة القديرة حبيبة القلب الاستاذة ليلى عز العرب. نرجع مع حضراتكم الأستاذة ليلى عز العرب، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن وجود حضرتك في أعمال عالمية فيها العديد من الجنسيات، وجود الفنان المصري في هذه الأعمال. إزاي بتقدري تحافظي على الرسالة أو الكيان المصري داخل عمل عالمي؟ وده بتبقى حاجة مهمة زي ما كنا بنتكلم، إحنا شايفين إحنا مش ممثلين بما فيه الكفاية عالميا. ده حقيقي، ده حقيقي. فعشان كده انا يعني ايه بتقدري تقولي بنتهز الفرصه. يعني كوني اجيد اكتر من لغه برضو ده تحدي ليا كممثله، لان ممكن اجيدها في الكلام ولا اجيدها في التمثيل في الاداء. اوكي. فكان تحدي ليا كممثله، وانا بعتبر رغم ان انا بديت متاخره، انما انا بعتبر ان انا ربنا اداني حظ كويس. يعني في مثلا ان انا اشتغلت مع استاذ يوسف شاهين، في ان انا اشتغلت في الفيلم ده بتاع جاكي شان، في ان انا اشتغلت في الفيلم فرنساوي. لازم الانسان يكون عنده طموح يخرج من الدايره المغلقه. ليه؟ لان زي ما انت بتقولي ده تمثيل لبلدي. يعني مجرد ان انا اطلع هنا مثلا في فيلم جاكي شان الصوره انا محجبه وكده، انا المفروض طالعه عرقيه. بس ستيل انا محافظه على الكور المصري. الاصل المصري. ايه الفرق يا استاذه ليلى؟ حاجه سرايا. ايه الفرق ما بين ان حضرتك تصوري يعني احنا مع بعض هنا وفي مصر وفي فيلم مصري ولا حاجه، وحضرتك بره وبتصوري مع كرو مختلف؟ انا هل انت بتبقي ساعتها احنا بقى هنا مش اصحاب؟ لا، هناك انت شايله على كتفك اسم بلد، ولا انت وخلاص ممثله وخلاص؟ ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنها. صح. طبعا طبعا. فهو الاتقان هو اللي كده. انت في الـ في الـ في الكواليس بقى هتقعد تتكلم عن مصر، هتقول لهم تعالوا زوروا مصر، هتقول لهم رحتوا مصر ولا لا. وده هضحكك، المقاطعه دي هي ريفية شوية. اللي كنا فيها التصوير في الصين. وده يوريك القوة الناعمة. طبعا انت عارف هناك ابيض يا ورد. ولا انجليزي ولا عربي، صيني فقط. صيني بس. صيني. فتنتقل ايه الى لغة الاشارة. فالفيلم كان معايا هاني عادل.
وهاني عادل انت عارف يعني موسيقي موهوب جدا طبعا ودارس كمان يعني وبيحب الالات ويعرفها فنزلنا ندور في محلات الالات الصينيه القديمه بقى اللي هي تراث صيني اوكي وهو عارف اسمها وكل حاجه بس بقى في محل من المحلات بيسالونا انتوا منين طبعا كده يعني بلغه الاشاره كده فقلنا لهم ايجيبت مفيش بيراميدز مفيش مو صلاح مو صلاح هو ده قوتنا النعمه بس ده شيء يفرح ويحزن بس هي مقاطعه ريفيه بس شوف هو قادر ما شاء الله لا قوه الا كره القدم لغه سهله يوصل طبعا بيحبوا مصر عشان مو صلاح صحيح طب عايز اسال حضرتك عن الفيلم ده على وجه التحديد ده فيلم بيتحدث عن الحرب في العراق بيبقى في تخوف دايما من وجهات النظر اللي بتتناولها الافلام دي ازاي اتاكدتي قبل ما تدخلي العمل ده انه ما هواش هيكون مسيء للعرب زي ما بقول لك تريتمنت هو كل الحكايه بتدور حوالين جاكي شان انه جاي لما بدات الحرب خطفوا مجموعه صينيه علماء كانوا بيشتغلوا في العراق فهو جاي ينقذهم البطل المنقذ لكن بيقدم العرب ان جود بس يعني. بقى ان جود واي ليه؟ لان وراكي الحرب خربت ازاي؟ لا في ميه لا في اكل اثار الحرب فدي رساله عالميه الحقيقه استاذه ليلى حضرتك بتحب التمثيل قوي جدا بس انا حاسس ولامس فيك انك روح هاويه ده صح؟ حضرتك صح تماما ومش عايزاها تروح مني لحد النهارده لان الهاوي بيشتغل بشغف كله شغف انما الاحتراف بقى بتبقى الصنعه يلا وده اللي دايما بتبقى ايه يعني الاحتراف دايما بيبقى ليه مقاييس وحسابات هي كده واقلب يعني ما لا وحسابات في احجام في حجم الدور والشكل والبتاع لكن الهاوي انا ممكن اقوم رايح اعمل مشهد انا عايز اعمل ده والله انا السنه دي طلبت ده من بيتر ميمي دكتور بيتر ميمي عشان الحشاشين نفسي اطلع مشهد زي ما كان نفسي اطلع مشهد في الاختيار لان ده مسلسل هيعلم طبعا واعتقد ان كتير من الناس مش عارفين تاريخ طائفه الحشاشين يعني انت معاهم السنه دي ان شاء الله تسعي لاعمال زي دي لحد دلوقتي لا ما لاقونيش المشهد لا ان شاء الله تبقي معاهم انه نسعى لعمل انا شايفاه هيكون عمل درامي ناجح حاله الشغف دي بتخليكي تعملي ده بس حقيقي زي ما استاذ سامح قال انا لحد النهارده ما بقيس الدور بالشبر لان هو مشهد واحد عايزه اقول لك اللي جاب لي الف مبروك مشهد واحد كان ايه في مسلسل الاصدقاء اخرج الله يرحمه العبقري حاج اسماعيل عبد الحافظ يا من مشهد بسبع ده مين بقى احمد جلال ولا احمد حلمي لا احمد حلمي لا اللي اقترحني كان واحد بيشتغل في الانتاج هنا بيشتغل في الانتاج هنا كانت الفكره ان استاذ احمد حلمي واستاذ احمد نادر متفقين عايزين احمد بس اللي يبقى مشهور والباقي كلها وجوه جديده بعدها بسبع سنين وانت كان لسه الموضوع في دماغك يعني كنت لسه عايزه تمثلي وكنت سبت شغلك ساعتها ولا لا انا لا سبت إيه؟ شغلي لما تعاقدت على الجزء الاول من الكبير قوي نيجي بقى للكبير قوي انت بتاهو احمد حلمي وبيتر شفت ده في انهي ده كده في مناسبه يعني ده كان في احتفال عيد الشرطه طب انت بتحب ولادي انت بتحب الكوميدي اكتر يا استاذه ولا ايه بحب الكوميدي جدا ليه لان زي ما انتوا قلتوا في الاول انا بحب اضحك احنا محتاجين نضحك البوز ده يجيب لما اخذ الفقر اوكي فبالعكس انا بحب اضحك بس دايما الكوميديا ليها حسابات تانية وحضرتك طلعت على المسرح كمان اشتغلت مسرح ابو العربي مؤخرا أيوة. ابو العربي بس وسيدتي الجميله وسيدتي الجميله ايمن بهجت قمر
الكوميديا انت بتبقي حسبه بنت لذينه خالص، اللي هو انت اللي تبقي موجوده. ممكن الافيه خيش مننا باللهجه بقى، باللغه بتاعتنا يعني. باللغه بتاعتنا فالدنيا بتبقى ايه. لكن لو دراما عادي بتمثلي دراما يا عادي سهل ده قوي. ايزي ايزي. تجربه المسرح يا استاذه ليلى ايه؟ كان لازم اخدها لسبب بسيط، ان اللي ما يقفش على مسرح لازم تقول يعني ايه ناقصه كتير. ما تقولش ممثل يعني ايه، تاخد لقب ممثل حين تقف على المسرح. حضرتك ما درستيش تمثيل او مسرح؟ انا خدت كورس 3 اسابيع. طب وقفه المسرح دي ليها رهبه كبيره جدا لحد غير دارس؟ ما عشان كده. ازاي؟ احكي لي كده يعني. كواليس اول مره على المسرح كانت عامله ازاي؟ كان لازم اكسر التابو، بس هو بالظبط كده يعني. عارفه زي المدرس في الفصل، مدرس جديد دخل على الفصل، يا يثبت نفسه يا ما حدش هيسمع منه وهيبقى يعني. صح صح. فهي بالظبط نفس الفكره، مواجهه الجمهور اللي بيحكم في ساعتها. طبعا. فلو دخلتي الفصل كمدرسه او مدرس وخطفتي الدنيا في الولاد. طب انت حضرتك حسيتي ان انت خلاص خطفتي قلب الناس وعقل الناس بعد اي دور؟ حسيتي ان انا خلاص كده انا بقيت ممثل، خلاص الناس بقت بتشاور عليا وبتقول دي كذا؟ شوفي بقى الحته بقى لما احترفت. كنت بزعل قوي 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 لحد النهارده. شوفي انا بمثل بقالي دلوقتي محترفه من 2009. الناس ما بتعرفش اسمي تلات ارباعهم. يا سمنتا، سمنت. يا ام احمد حلمي. كاني ما عملتش حاجه تاني خالص. اوكي. يا انتوا كفنانين بتزعلوا من ده، بس ده نجاح للادوار. كفنانين انتوا ممكن تزعلوا من ده، لكن ده بيبقى نجاح للادوار. لما انا قلت لك الاحتراف هو اللي اثر. يعني في الاول كنت يعني المشهد الواحد اللي عملته ده في الاصدقاء كنت بفرح قوي لما ينادوني باسم الشخصيه. دلوقتي بزعل قوي. انا اسمي ليلى. انا عامله حاجات كتير. مش معنى دي حاجات كتير. هم دول انا بسميها لعنه سمنتا بالذات. يعني الحمد لله. بس عشان الدور كان قالب الدنيا ساعتها. يعني ما هو عاش مع الناس. اول حاجه مسلسل الكبير قوي ليه مكانه عند الناس. مع استمرار عرضه ممكن نفضل نتفرج على اجزاء قديمه ونضحك على نفس الافيهات تاني. التقديمه دي في الشكل ده اجنبيه موجوده جوه البيت الكبير كان شادد الناس. في جزء جديد ولا ايه يا استاذه ليلى؟ لغايه دلوقتي لا ولا مفيش لا اصلا؟ خلاص بقى. يعني الموسم اللي فات رمضان اللي فات كان اخر جزء. بس انا يعني لامس برضو في حضرتك انك بتجربي. انت متمرده على حاجات كتير قوي يعني، وعاشقه تمرد العشق مش تمرد وخلاص يعني. انك بتعملي كوميدي، تعملي مش كوميدي، دراما عاديه، تروحي تعملي حاجه اجنبيه، تعملي مصر حاجه مصريه، تعملي مسرح. ده في الاختيار. وعملتي ليكي تجربه مذيعه. تبقي مذيعه يعني انت بتخبطي على كل البيبان. عايزه اخبط على باب الغنى كمان. لا والنبي. والنبي. عايز تغني ايه طيب؟ انت كنت لسه بتغني لنا دلوقتي يا استاذه ليلى. لا 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 لسه في اول الحلقه كنت بتقولي سيد درويش. المئويه لسه يوم 15 مش انا. واحنا مش هنعدي الكلمه دي كده عادي. بس بتهرب. بحب الدور ده قوي. ليه بتحبي دور عن دور يا استاذه ليلى؟ هل لانه بعيد عنك ولا لانه قريب منك؟ ولا حبا في الفتره الزمنيه دي؟ لا لانه بعيد عني. بيطلعني من ليلى. طب يعني ايه الادوار البعيده عنك اللي نفسك تروحي لها؟ صراحه برضو مش انا بقول لك ان الحمد لله ربنا كرمني قوي. الحمد لله. يعني مثلا انا كان نفسي اعمل دور سعديه وعملته. نفسي اعمل عشان الناس دايما بتاخدني سمنتا الخواجه. برضو لعنه سمنتا يعني. عملت دور فلاحه وحلبت بقره وحاجات. صحيح كضيف شرف، ما احنا قلنا ما بنقشوش بالشم. طبعا بس الحاجه معطيات هي. ف
ده بالنسبه لي. ففاضل بقى ليالي اوجيني، كان مسلسل الله. عظيم. ده عظيم. فاضل ايه؟ كنت بتقولي فاضل ايه بقى؟ فصحى اللغه العربيه. انا عملت ده فويس اوفر في نساء في القران. ده كرتون. كرتون. فويس اوفر. حلو قوي. فعايزه بقى الجمع، لان الفويس اوفر برضو اسهل، انت ما عندكش طبعا لا مضطر تعبر بوشك ولا حاجه، لا وجوه الازاه. انما نفسي امثل حاجه بالفصحى. طب احنا ويا ريت لو مسرحيه، وعلى مسرح الدوله. قومي بقى. ايوه قومي بقى. طيب يا جماعه اهو نداء الاستاذه ليلى واستغاثه. وابقى انا معاها والنبي، لان اللغه العربيه دي حاجه عظيمه. تحدي. والمسرح القومي. اوف. عايزه اقول لك بقى، انا كطفله ايوه وقفت على المسرح القومي وانا عندي 4 سنين. ده كان تبع ايه؟ كان مسرح الازبكيه. كان تبع ايه؟ كانت حاجه في الاسره موديها لك؟ المدرسه؟ المدرسه. ده وولادي. ابني وبنتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تخيل انا بحسب اصلا صوره قديمه وحضرتك حد من الاطفال. طب تعالي نرجع لورا بقى. قلت لك وقفت على المسرح وعندها 4 سنين. ازاي؟ عايزين نعرف مسرح الموضوع. المدرسه. شوف كان يعني مثلت في مسرح المدرسه يا استاذه ليلى؟ طبعا انا لحد ثانويه عامه بمثل على مسرح المدرسه. طب لما كان في شغف بالتمثيل كده ما روحتيش على طول ليه؟ سيد الوالد الله يرحمه بقى. الاهل. طبعا طبعا. لا وهو بالذات كان جيل يعني شايف ان ده مأساة يعني. مش عشان كراهية للفن، ولكن انها شغلانة يشفق عليا منها. طب لو حضرتك كنت ولد ساعتها وانت قلت له انا عايز امثل، كان برضو أخويا. مش تمثيل. كان تصوير برضو. برضو. طب وده اللي حضرتك لو ولادك حبوا طيب يدخلوا التمثيل، ممكن تسيبيهم يدخلوا التمثيل؟ طبعا انا سبتهم يعملوا كل اللي هم عايزين. يعني كنت ام الديمقراطيه بزياده حبتين. ده هو ايه مجالاتهم دلوقتي يا استاذه ليلى؟ واحد مدرب ملاكمه محترف. اوبا. ما شاء الله. عشان كده ديمقراطيه. ما ايوه لازم ديمقراطيه بالعافيه يعني. لا 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 هو خريج تجاره اساسا. بس أوكي. شغفه الملاكمه. في الملاكمه. اوكي. وخد بطولات هنا وبره، وبعدين دلوقتي بيدرب. ما شاء الله. طب والتانيه؟ نطاسيه بارعه، دكتوره طبيبه عظيمه. ما شاء الله. ما شاء الله. ده حاجه عظيمه قوي. وانت من بعد الثانويه العامه انت توقفتي. بامر الحكومه الوالديه برضه. دخلت كليه ايه يا استاذه؟ تجاره. ومن تجاره بعد التجاره حضرتك امتهنتي في البنوك بالشهاده بتاعت حضرتك. لا ما هو ليه بقى؟ على فكره الحكايه بص لما تتكلم عن شغل أنا ما عندكش شغف ليه في البنوك، لكن التمثيل بتتكلمي عنه بشغل. لا 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 وعينيها عينيها بتبرق لما تتكلم. انا حبيت الشغل في البنوك جدا. واداني كارير حلو قوي 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 قوي. وصلتي لايه في هذا المجال؟ وصلت نائب رئيس مجلس اداره. ما شاء الله. ما شاء الله. فبالعكس هو اداني كتير جدا، واداني مناصب في سن صغير جدا. وده يخليني اقول للي بيتفرجوا علينا، لو ربنا بعت لك منصب وانت لسه صغير عليه، عندك اختيارين. يا تكبر وتملاه، يا هيبقى منظرك كده مش اللي هو، مش هتعرف تكمل. اللي هو بنظريه صاحب بالين كداب يعني ولا ايه؟ لا لا ما اصل انا ممكن اقوم رايح وسايب دي، يعني ايه امسك دي شويه وامسك ده شويه. لا انا بتكلم على الوظايف. بقول لك يعني افرض انت مثلا عندك 25 سنه ولقيت نفسك مدير عام. يكمل بقى واكبر واخلص. يا تملى البدله. هي مساله اخلاص بس يا استاذه ليلى. ايه؟ هي الاخلاص. لا والتعليم المستمر. الاخلاص والتعليم المستمر. ليه؟ انت ما تقدرش تكون رئيس ورشه حتى الا بتفهم احسن من صبيانك. مش ضروري تكون داخل في التفاصيل بس. ما حد كله يعرف انه ما يقدرش يخمك. يعني حضرتك وانت بتشتغلي في البنوك كنت
دايما بتاخدي كورسات ومطالعه في الجديد وحاجات طبعا كده. طب ليه انا عارف ان في مسرح شركات ومسرح ومن ضمنها البنوك بيدخلوا المسرح صح؟ ليه ما اشتغلتيش مثلا في ال ما اعتقدش يعني كان يبقى عندها وقت اصلا بمناسبة دي؟ لا ما كانش عندي وقت خالص. يعني التمثيل والبنوك شغلتين ما ينفعوش يبقوا ضراير يعني، لانه مستهلكين للوقت والمجهود جدا الاثنين شغلتين. طب الشغلتين بنفس الجديه يعني، يعني الانتقال برضو من وظيفة حد بيشتغل في بنك ومواعيد ثابتة ميتينجز طول الوقت ليه شكل، والتمثيل ليه شكل تاني خالص. أثروا ازاي في حياتك الاتنين؟ لا أنا دايما بوصفها بجملة، أنا خرجت من السيستم للا سيستم. بس احنا لا سيستم خالص، احنا لا سيستم خالص. خالص بس أكيد كنت وانت شغالة برضو في البنوك يا أستاذة ليلى اكيد روحك، يعني انا لو كنت مرؤوس عند حضرتك اكيد كنت احبك جدا، ولا انت كنت هتبقي قاسيه؟ بص انا كنت عامله زي الامهات اللي هي قسوه وقت اللزوم بس الحنيه والحمايه هم الغالبين. يعني حتى لو كرهتني ساعتها هتقدر اللي انا عملته بعد كده عشان مصلحتي. طب تجربه الاستاذ بقى يوسف شاهين جت ازاي يا استاذه؟ جت عن طريق مكتب ريجيسير. رحت وديت لهم صور وحاجات كده؟ امال ايه؟ هو ده انا بديت من سكراتش، وده حاجه بس انا بحيي حضرتك لان حضرتك ده حاجه تسعدني جدا. كنت في يعني في حاجه كبيره، انت اسم كبير في المكان بتاعك، انك تبداي في مجال جديد من الصفر دي ممكن تبقى ايه فيها انكسار شويه، الا للمتسامحين زي دكاترة المعهد من الآخر، زي دكاترة تمثيل ويروحوا يعملوا اوديشن عشان يعرفوا يمثلوا ولا لا. بالظبط. فيها انكسار؟ لا. فيها تحدي. تحدي، ما انا بقول لحضرتك لو نفسك سمحة وفاهمة. انت مش اللقب اللي محطوط قبلك، انت البني آدم، انت تقدر تدي نفسك قيمة وتقدر تشيل من نفسك القيمة حتى لو عندك 7-8 ألقاب قبل اسمك. دي رسالة عظيمة جدا جدا. والله حضرتك نورتينا يا أستاذة ليلى. والله أنا اللي اتنورت بيكوا، وأرجو أن أنا ما أكونش ضيفة تقيلة لا عليك ولا على مشاهدين البرنامج. يعني من أحلى وأجمل الوجوه اللي نورت الاستوديو هنا. ربنا يخليكوا، ربنا يخليكوا. عجزة عن الشكر وميرسي لاستضافتي وميرسي ان انا قابلتكم. ميرسي ليكي، واحنا بنحبك قوي، وانا على المستوى الشخصي بحبك قوي، وكان ليا شرف ان احنا اشتغلنا مع بعض. حبيبي كنت طالعه مامتك. مامة حبيبتي. ايتن عامر. مامة ايتن صح. ايوه. نورتينا وشرفتينا يا استاذه، وفعلا يعني ختامها مسك. طب ما الاستاذه تختم، ايه رايك؟ استاذه ليلى اختمي، اتفضلي اختمي للناس، قولي لهم تسمعوا. ده اختام الفقره ولا البرنامج؟ ختام الحلقه. الحلقه. ارجو ان تكونوا استمتعتوا معانا، وطبعا حبايبي وضيوفي استاذه هدير واستاذ سامح، بنقول لكم تصبحوا على خير والى اللقاء في الحلقه القادمه.